السلام عليكم أصدقائي صديقاتي الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. مبارك سعيد الإخوان، كيف ما جاء في التعليق هذا المباشر اللي من مدينة مشرع بالقصيري، ونحاولوا نمشيو لمدينة حد كورت، طريق اللي عندوزو منها باش نوصلو. كيف ما قلت لكم الاخوه الاخوات، احنا الان في مدينه مشرع بالقصيري، وعنشدوا الطريق لمدينه حد كورت. إذن هنا شارع محمد الخامس، لأن هذا هو الشارع. الإنسان مثلا اللي يجي لحد اللي يجي بالقصيري وكيسول على مدينة حد كورت، يعني لابد غيمر على هذا الشارع هذا. اذا هنا كنوصلوا لهذا الرومبوا، هذه الرومبوا الكبيره، غندورو على اليمين. هنا على اليمين كنلقاو محطه ديال الطاكسيات، هذه المحطه من هنا اللي بغى يمشي لحد كورت او الخنيشات او الجوف الملحه عند فالي سيدي قاسم حروش. هنا كاين طاكسيات اللي كيديو لهاد البلايص هاد، ولكن قدر ما يلقاش الجرف مباشرة، ولكن غيلقى إما الخنيشات إما حد كورت. ولكن الإخوان اللي كيبغيو مثلا يجيو هنا بالقصيري يمشي في الطاكسي وخصو يمشي لمدينة البلدية جرف الملحة، خصو يمشي للخنيشات أحسن. علاش الخنيشات؟ لأن الخنيشات كاين الطاكسيات موجودين، الكوب موجود، يعني غيكمل بالقصيري الخنيشات غيلقى الطاكسيات موجودين اللي كيديو الجرف الملح، وحتى الناس اللي كيدي بلاصه من الخنيشات للجرف كاينه. اما الا مشى من بالقصيري لحد كورت عاد يركب الجرف، الطاكسيات كاين، ولكن الناس اللي غيمشيو للجرف ما كاينش، يعني غيتعطل. يستحسن انه يكمل بالقصيري الخنيشات عاد يشد طاكسي الجرف الملحة مباشرة، في حالة الى ما لقاش الطاكسي مباشرة. وطبعا الى كانوا البلايص 6 ديال البلايص كلهم غادي للجرف، الطاكسي كيوصلهم للجرف مباشرة لا ميوقف. اذا هنا كاين الطاكسيات كيف ما قلت لكم اللي كيديو لحد كورت مباشرة، اللي كيديو للخنيشات كذلك مباشرة. اما بالنسبة لعين تفالي والجرف الملح، يعني ضروري خصك تمشي في الطاكسي. بالنسبه لعين تفالي خصك تمشي في الطاكسي
نحط كورت عاد تكمل العين تفالي. بالنسبه للجرف الملحه خصك تمشي في الطاكسي الخنيشات عاد تشد طاكسي اخر وتمشي فيه الجرف الملحه. واللي عنده السياره ديالو طبعا راه يشد الطريق مباشره، سواء كان باغي يمشي للخنيشات عيمشي في اتجاه الخنيشات، كان باغي يمشي لحد كورت عيمشي مباشره في اتجاه حد كورت، كان باغي يمشي كذلك لجرف الملحه عين تفالي، عين تفالي جرف الملحه عيمشي نفس الطريق. غير هي الطريق اللي كدير الخنيشات انا نوريها لكم بوحدها ما ندوزوش منها، ولكن الطريق اللي كدير حد كورت عين تفالي لجرف الملحه طريق وحده نفس الطريق. دابا حنا خرجنا من مشرع بالقصيري ودخلنا في المجال الترابي ديال جماعة النويرات. جماعة النويرات هي جماعة قروية تابعة لإقليم سيدي قاسم كذلك. في هاد الطريق هادي اللي كتربط ما بين مشرع بالقصيري وحد كورت عندوزو من ربعه ديال الجماعات الترابيه، ربعه ديال الجماعات الترابيه اللي كينتميو نفس الاقليم اللي هو اقليم سيدي قاسم. خرجنا دابا من الجماعه الحضاريه الجماعه الترابيه مشرع بالقصيري، ودابا حنا الان في التراب ديال الجماعه الترابيه ديال النويرات. من بعد غندخلو في الطريق ديال الجماعة الترابية، في نفس الطريق الجماعة الترابية ديال جماعة سيدي عزوز، ومن بعد غنوصلو للجماعة الترابية حد كورت. ومن بين هاد الجماعات اللي ذكرت عليكم كاين جوج ديال الجماعات حضارية وجوج ديال الجماعات قروية. مشرع بالقصيري فهي جماعة حضارية، نويرات جماعة قروية، السلام عليكم مرة أخرى الإخوان، لأن تتمة الفيديو من بعد ما تقطع هناك مشكل ديال التغطية، وهذا المشكل كنعانيو منه حنا في المنطقة. الريزو قليل ديال جميع الشبكات، لا اتصالات ولا انوي ولا اورنج، الشبكات ديالهم كلها ضعيفه في هذه المنطقه ديال الغرب. اذا التتمه ديال الفيديو كيف ما قلنا خليناها في الجماعات، دائما احنا طريق الرابطه ما بين مشرع بالقصيري وحد كورت، وقلنا في البدايه ديال الفيديو ان ندوزو على الأربعة ديال الجماعات الترابية اللي هي الجماعة الترابية مشرع بالقصيري، الجماعة الترابية النويرات، الجماعة الترابية سيدي عزوز، ثم الجماعة الترابية حد كورت. حنا دابا في التراب ديال الجماعة الترابية ديال النويرات، من بعد ننتقلو للجماعة الترابية ديال سيدي عزوز، والجماعة ديال سيدي عزوز يعني ندوزو عليها، ومباشرة ندخلوا لمدينة حد كورت. وقلنا كذلك في الفيديو مني قبل ما يتقطع على أساس أن اللي بغي يمشي لحد كورت في الطاكسي أو العين تفالي أو الجرف، ممكن كاين طاكسي مباشرة اللي كيدير حد كورت من بالقصيري لحد كورت، وكاين كذلك الطاكسي اللي كيدي مباشرة من بالقصيري لجماعة الخنيشات. الخنيشات هو واحد الفيلاج كبير تاهو تبارك الله، واللي بغى يمشي لجرف الملح ضروري خصو يركب في الطاكسي من بالقصيري الخنيشات، عاد يمكن له يشد طاكسي اخر ويمشي لجرف الملحه. علاش يمشي للخنيشات وما يمشيش لحد كورت؟ يمشي للخنيشات لان الطاكسيات موجودين وحتى الركاب كاين، يعني جرف الخنيشات كيكونوا فيها الناس اللي كيدي بلاصه لجرف الملح. حد كورت لا، غتلقى الطاكسيات موجودين ولكن الناس اللي غادي بلاصه من حد كورت للجرف ما كاينش،
هادشي علاش الانسان اللي غادي للجرف وفي الطاكسي يمشي من البلقصير للخنيشات ثم يشد الطاكسي الجرف الملح، والاخوان اللي يشدوا الطاكسي كذلك وباغين يمشيوا للجماعه الترابيه عين تفالي او مركز عين تفالي يمكن له يشد الطاكسي كذلك من المشرع البلقصيري لحد كورت ومن لحد كورت يشد الطاكسي العين تفالي. حنا دابا في سيدي قاسم حروش، هاد البلاصة سميتها سيدي قاسم حروش. هاد المنطقة عندنا كاين سيدي قاسم وعسرية وكاين سيدي قاسم حروش. هادشي باش كنفرقو حنا ما بين عندنا جوج ديال سيدي قاسم، سيدي قاسم بوعسرية وسيدي قاسم حروش. سيدي قاسم حروش هو راه كاين هنا الطريق ديالو كيعمر واحد الموسم هنا سنوي كيعمرو هنا هاد الناس اللي مقابلين هاد الضريح. سيدي قاسم بوعسري كذلك حتى هو راه موسم سنه هو كيعمر، عنده الهبه الملكيه ديالو وعنده المسائل ديالو كيعمر كل سنه، كاين مثلا كيساهموا فيه المجلس البلدي المجلس الاقليمي العماله كذلك كيساهموا في الموسم ديال سيدي قاسم بوعسريه. وهاد سيدي قاسم حروش كذلك حتى هو كتساهم فيه الجماعه ديال سيدي عزوز، وكتكون هنا شويه ديال التباورضه شويه ديال الفراجة كذلك الحلقات العاب ديال الاطفال. هنا دابا حنا في التراب ديال جماعه سيدي عزوز، دابا حنا دخلنا في التراب ديال جماعه سيدي عزوز القرويه. وقلت لكم ان من بين هاد الاربع جماعات الترابيه اللي ذكرت لكم كاين جوج جماعات قرويه اللي هي جماعه النويرات وجماعه سيدي عزوز، كلهم كينتميو لاقليم سيدي قاسم. وكاين الجماعه الترابيه مشرع بالقصيري اللي هي جماعه حضاريه، وكاين الجماعه الترابيه حد كورت اللي هي جماعه حضاريه كذلك. كيف ما قلنا اقليم سيدي قاسم فيه خمسه ديال الجماعات حضاريه وما تبقى كلهم جماعات قرويه، هادشي علاش سميتو اقليم سيدي قاسم، ماشي عماله سيدي قاسم، اقليم سيدي قاسم. العماله راكم عارفين القانون ديال العمالات والاقاليم، العماله كتكون كلها كتكون من الجماعات الترابيه ديالهم كلهم حضاريه، والاقليم كيكون عنده نص يعني قراوي قراوي حضاري. هذا هو الفرق ما بين الاقليم والعماله. حنا عندنا اقليم سيدي قاسم، علاش؟ لان كاين جماعات حضاريه وكاين جماعات قرويه، ومن بين هاد الجماعات اللي ذكرت بربعه اللي حنا غادن عليهم قلنا مشرع بالقصيري هي جماعه حضاريه فيها الباشا وفيها الامن الوطني، فيها الامن الوطني لانها مدينه كبيره النسمة ديال السكان طالعة. مدينة حد كورت هي جماعة حضارية كذلك فيها السيد الباشا وما فيهاش الأمن الوطني، لأن الكثافة السكانية ديال المدينة مازال ما وصلش داك العدد باش يكون الأمن الوطني في مدينة حد كورت. هذا هو الفرق ما بين هاد الجماعات الحضارية اللي كاين في الإقليم. خلاص عندنا كيف ما قلنا في الإقليم عندنا خمسة ديال الجماعات الحضارية، هنا سيدي قاسم العمالة فيها الأمن الوطني طبعا إقليم هذاك، كاين جرف الملح فيها الأمن الوطني، كاين مشرع بالقصيري فيها الأمن الوطني، جوج ديال الجماعات الحضاريه اللي ما فيهمش الامن الوطني، هما فيهم الدرك الملكي، فيهم الباشا وفيهم الدرك الملكي والقوات المساعده، ولكن الامن الوطني ما فيهمش. هنا جماعه الترابيه دار القداري هي جماعه حضاريه، والجماعه الترابيه حد كورت اللي هي جماعه حضاريه كذلك. الاقليم عندنا فيه 29 جماعه قرويه،
تاخذ 20 جماعه، 5 حضاريين، وما تبقى كلهم جماعات ذو طابع قروي. هاد البلايص هنا معروفه الاخوان اللي كيدوزوا من هنا في الطريق ديال حد كورنس، والولاد البلاد او الناس اللي كيجيو هنا غير كيدوزوا باساجي، الناس اللي كيبيعوا يشريو والتجار. هذه هاد البلاصه معروفه هنا، ما فيهاش تقدر تقطع لنا اللايف هنا في هاد البلاصه. هنا ما كاينش الريزو، كتوصل لواحد الهبطه هنا ما كاينش الريزو ديال جميع الشبكات، يعني خصك تنزل من الطوموبيل وتزيد شويه لقدام عاد يشد لك الريزو. وهاد البلاصه تبارك الله راه فوق ديال شهر 12 شهر 1 شهر. لان هو رجع اللايف اذا يعني كانت تقطع يعني ما كيكونش فيها الريزو. كيف ما قلت لكم الاخوان هنا في فصل الشتاء كتكون هنا الطبيعه يا سلام، حط كورس كامله. وفي هذه المناطق كاين هاد الدوره هذه اللي كتخرجنا مباشره لحد كورت، حنا ما ندوروش على هنا لان دابا الطاكسيات كلهم كيدوروا على هاد الطريق هادي باش كيدخلوا لحد كورت. حنا غنمشيو من هاد الطريق اللي غتخرجنا في لاكار، واحد المنطقه كيقولوها لاكار. علاش كيقولوا لها لاكار؟ مازالت السميه القديمه هي جماعه سيدي عزوز، يعني السونتر ديال جماعه سيدي عزوز، ولكن الاكثريه معروفه بلاكار. فين غادي؟ غادي لاكار. فين غتحطني؟ حطني بلاكار. فين ساكن؟ ساكن في لاكار، وهي راه السونتر ديال جماعه سيدي عزوز. علاش كيقولوا لاكار؟ لان كان لاكار تما، كان لاكار ديال التران. تصوروا معايا كانت القطار كتوصل حتى لحد كورس في عهد الاستعمار، وراه باقي لاطراس ديال السكه الحديديه لحد الساعه باقي في لاكار، باقي دايز هنا من هاد لالين جهه اليسار، دايز من هنا لهاد الجهه ديال اليسار. هاد الشيء علاش مسميه بلاكار. وكنتمنى ان هاد لالين ديال السكه الحديديه اللي باقي الاثار ديالها هنايا انها تعاود، ولما لا ان التران يبقى يوصل حتى لوزان كاع، لان ما بين لاكار ووزان قريبه واحد 35 كيلومتر. علاش التران ما يوصلش حتى لوزان؟ مع العلم ان لالين ديالو هو مازال، انا نوريكم فين كان كيوصل التران بالضبط. هادشي علاش هاد البلاصه كيقولوا لها لاكار. هنا الدواور اللي كندوزو عليهم كاملين محسوبين على جماعه سيدي عزوز. هذا دوار زهير اللي كتسمعوا به، دوار زهير. خلاص هاد المنطقة ديال حد كورت راه كلشي كيعرفها، لأننا سبق لنا أن حطينا هاد المنطقة في القناة ديال اليوتيوب بزاف، غير باش تعرفوها الإخوان أن هاد اللايف هذا اللي كندير مباشر راه وليت كندير لايف في الصفحة الفيسبوكية، ومن بعد كنهزها وكنحطها في القناة ديال اليوتيوب. يعني الإخوان اللي معانا هنا في الصفحة راهم كيشوفوا اللايف، واللي معانا في اليوتيوب راهم كيشوفوا داكشي في القناة ديال اليوتيوب. المنطقة ديال حد كورت هي منطقة فلاحية بامتياز، منطقة كتعتمد على الفلاحة، خصوصا الفلاحة البورية. هنا ما كاينش السقا، إلا كانت الشتاء عطى الله سبحانه وتعالى الشتاء وكان العام زين وكانت الشتاء منتظمة كيكون العام زين، كتكون الفلاحة زينة، الفلاحة كيكونوا مصيفين كيصيفوا. واخا الفلاح ديما مسكين راه عليه الكريدي لان تراكمت عليه الديون السابقه ديال الجفاف وديال هادي، تراكمت عليه الديون، ومع ذلك ملي كيوصل وقت الحرث وقت الزريعه كينوض يتسلف ويتكلح بهذا المعنى هذا، ويوجد الفلوس ويحرث حتى هو البلاد ديالو، ويشري الزريعه ويشري لاكري ويزرع
وكيترجل الله سبحانه وتعالى طيح الشتاء ويجي شي عام زين. مع العلم ان الفلاح هاد السنوات هاد 6 سنوات الأخيرة الفلاح صراحة كلا فيها العصر هذا المعنى. هاد العام تبارك الله كان الصيف الناس صيفوا شوية هنا في المنطقة، مهم الحمد لله على كل حال. غاية المنطقة كيف ما قلت لكم هي منطقة بورية، ولينا كنشوفوا مؤخرا هاد المنطقة ديال الخنيشات ولاو كيتعطاو الضيعات الفلاحية، لو كيزرعوا الشجر ديال الليمون خصوصا الليمون الحوامض، ولو كيتعطاو له بزاف بحكم ان واد دايز عليهم واد بهت، وكاينه المنطقه ديال سيدي عبد العزيز اللي دايز عليها واد سبو، تما خلاص الفلاحه مزيانه ديما الفلاحه على طول العام. هنا المنطقه ديال حد بورت كاين واحد البلاصه اللي وصلها السقه ولكن ماشي بزاف، تقريبا واحد 2000 كيلو واحد 2000 هكتار اللي وصلتها السقه، ومازال كاين يعني مازال داكشي ما مضبوطش مزيان بحكم ان السد وقيلا ناقص من الماء، ما فيهش الماء بزاف. هادشي علاش الناس تما يعني مازال كيعتمدوا على فلاحه وحده في العام، واخا كاين السقا كيعتمدوا على فلاحه وحده، وإلا بغى شي واحد كان الماء موجود كيديروا فلاحه اخرى اللي هي كيزرعوا الذره، كيحيد الزرع كيحرث ويولي يدير الذره. هنا كتشوفوا معايا هي الارض كلها حمراء كيسعينوا حتى يعني النص ديال شهر 10 كيبداو يحرثوا الناس باش كيوصل الوقت ديال الزريعه او موسم ديال الزريعه، ينوضوا الناس الثاني يحرثوا يقلبوا الارض ديالهم وكيزرعوا الزرع. اكثريه هنا كيزرعوا الزرع، كاين اللي كيزرع القزبر وثم الحمص، هادو هما الزراعات اللي كيتزرعوا هنا بكثره في المنطقه ديال حد بورت. هذا هو لاكار ديال جماعه او السونتر ديال سيدي عزوز، وهنا لاكار هنا كانت كتوصل القطار. هي على يدي اليمن راكبه لكم واحد الشجر واحد البنايه، ثم الى هبطنا نلقاو الاثار ديال السكه الحديديه واصل حتى لتما لاكار كان كيوصل حتى لهنا. هنا الدوره ديال حد كورت هاد الطريق ديال عين تفالي اللي كدي العين تفالي، هنا غنخرجوا في مدينه حد كورت. هذه هي الطريق اللي كتطلعنا لحد بورت مباشرة. دابا جماعة سيدي عزوز هي كاينة هنا نيت، وهنا كاين قيادة مولاي عبد القادر. هنا قيادة مولاي عبد القادر قيادة مولاي عبد القادر فيها القائد، القائد يعني كيسهر على جوج ديال الجماعات، جماعة سيدي عزوز وجماعة مولاي عبد القادر. هاد الطريق كذلك شهر 12 شهر 1 شهر 2 كاملة كتكون تبارك الله مناظر، لأن حد كنت غادي في الطريق وانت كتشم ديك الريحه تبارك الله ديال القزبر، كيزرعوا الناس هنا القزبر واحد الريحه يا سلام. كاين اللي كيزرع الحلبه كذلك، الحلبه تصوروا معايا الحلبه كتقول يلاه نايضه ثاني فيها واحد الريحه ما نقولكمش عليها، خصكم تعيشوا داك الاجواء وداك المنظر خصوصا في شهر في شهر 2 تكون هنا المنظر رائع صراحه. النوار كيكون هنا نايض في الطريق الربيع الشتاء طايحه تبارك الله، انت غادي في الطريق وكاع اللي كيداوي اللي كيزرع اللي كيحرث كيزرع جلبانه اللي كيحرث كيزرع الفول. هنا كذلك
ناس ناشطه والناس محركه الخدامه تبارك الله اللي كيداوي ولا واش كيدير اللي كيشتت الملحه اللي كينقر الربيع هنا في هاد الطليعه لقاو جوج ديال الدواوير معروفين هنا في المنطقه اللي هو دوار الحباره الحباره فيها الحباره التحتانيين والحباره الفوقانيين حباره تافراوت وحبارات القاضي فروقين ودوار واحد ودائره انتخابيه واحده ولكن فروق على جوج حباره تافراوت وحباره القاضي وهنا كاين دوار الحداده دوار الحداده فهو كبير تبارك الله فيه جوج ديال الدوائر الانتخابيه وربما راه قد توقد الحباره غير هو الحداده فيها جوج ديال الدوائر والحباره فيها دائره وحده والحداده فيها جوج ديال الدوائر اذا احنا هنا في الدخله ديال المدينه تحت كورت كاين الدخله الاخرى اللي كيدوزوا منها الطاكسيات يعني الا جيتي في الطاكسي ما تدوش على هذه الطريق هذا ضروري الطاكسي يدوزك على الطريق الاخرى لان هذيك الطريق الاخرى ناقصه تقريبا واحد 6 ديال الكيلومترات اللي ناقصه على هذه الطريق هذه شوفوا معايا الاخوان على منظر كيف داير في حد كورس هادشي علاش حد كورس الانسان اللي جا لها كيرتاح صراحه كتحس بالهدوء كتحس بالراحه كتحس بالكالم حتى الجو ديالها تبارك الله جو صحي جو سيك مكاينش تلوث مكاينش تلوث هنا نهائيا حتى الحديد مكاينش بزاف السيارات اللي عيلوثوا المنطقه مكاينش بزاف شي وزين كذلك اللي عيلوث المنطقه مكاينش هانتوما كتشوفو معايا الشارع هذا راه الشارع الرئيسي ديال السلطر خاوي تبانلكم مارا مارا كتبانلكم سيارة دايزة خصوصا في هاد شهر 7 شهر 8 لأن حد كورت هي مدينة فيها الأكثرية الموظف حامرة بأساسيدة هما اللي كيكونو هنايا من بعد كتجي العطلة كلشي كيسافر حد كورت كتخوا كيولي فيها الهدوء التام شهر 7 وشهر 8 وها نتوما كتشوفوا حنا نحاولو نمشيو حتى للسونتر ديال المدينة هذا هو السونتر هنا السونتر ديال المدينة هو هذا إذن هذه هي حد كورت اللي كيسمع بحد كورت مع مرجالة هي هذه حد كورت ها الدخلة ديال البلدية وديال البشوية ديال المحكمة ديال القاضي المقيم سابقا دابا المحكمة راه تبدلات مبقاتش هنا المحكمة المحكمة ولات واحد القط آخر خليكم مع هاد الشارع نصر تمنظروا شويه مع هاد الشارع نشوف شي حاجه في البوسطه وهنا معكم ونكملوا الطريق ديالنا
غنحاولوا نمشيو جيت المحكمه الجديده، المحكمه اللي ولات جديده في مدينه حدفورت، وها هي السونتر ديال المدينه هو هذا. والمحكمه نوريكم المحكمه فين ولات، يعني راه ولات بعيده شويه على السونتر. كيحطك الطاكسي، كانوا الاخوه اللي كيجيو من بالقصيره ومن النواحي كيحطهم الطاكسي مباشره كيدخل المحكمه. دابا راه كيحطك الطاكسي خصك واحد المسافه باش توصل المحكمه، وهذا الشيء طبعا عيساهم في مولي هذوك لي تريبورتور اللي عندهم القانون ديالهم، راه يوليو كيساهموا حتى هما، يساهم شويه في الاقتصاد ديال المدينه، انهم يقووا الناس يدي بلاصه ويحركوا يروجوا شويه القضيه. حتى الطاكسيات يعني ما فيها باس ان لا ولا شي بتي طاكسي شي كريمه ديال بتي طاكسي صغير هنا في المدينه حتى هي تخدم ان شاء الله. وكنتمناو ان يبان شي بتي طاكسي هنا في المدينه. اذا انا نرجع، نتمنى اللايف ما يتقطعش لان كاين شويه الحراره. اذا كيف ما قلت لكم الاخوان غنكملوا نشوفوا المحكمه، شوفوا معايا المحكمه الجديده فين ولات. الان راه خدامه، يعني راه ولات هي اللي خدامه دابا. هنا الاخوان راهم عارفين هذا الشارع شنو فيه، لان سبق لنا عده مرات صورنا هذا الشارع. راني داير الصمتة، هذا الشيء اللي كتسمعوا راه عندي واحد المشكل في الصمتة، واحد السنينة ديال الصمتة طايرة عليها كيتسمع هذا الصوت، ولكن هو يتقطع. غير انا الصمتة هانا دايرة. علاش؟ لان بزاف ديال المتتبعين شحال من واحد خلى لي كومونتا كيقول لي ودير حزام السلامة كيسمعوا هاد الصوت هذا. هذا شارع وزان، هنا فين كاين المحكمة، شارع وزان. هنا التجار في هذه المنطقة هذه تبارك الله اللي كيشريو الزرع مع الفلاحة ديال المنطقة، هما مازال كيشرجيو، هانتوما كتشوفو الزرع مازال كيتشرج تبارك الله. كيجيو كاميونات من فاس كيشرجيو الزرع ويديو. المحكمة هيا تبان لكم، معرفتش واش تبان كاملة ولا لا، ولكن ما فيها باس غنهبطو من هنا باش تبان كاملة. هي هادي المحكمة،
المصري، هذه هي المحكمة، مركز القاضي المقيم بحد كورس. إذا هنا فين ولات المحكمة الجديدة، ولات في هذا الشارع هذا، يعني بعدت شوية على السونتر. يعني حتى هاد كاين هاد البلاصة هادي صراحة تحرك، خصوصا لهاد الناس هنا اللي ساكنين هنا بالقرب من المحكمة، لأن غيروا مثلا قهيوات، ملعبات، مكتبات، هنا غيتحركوا شوية. هادي الساحة فين كيدار المهرجان ديال حد كورت. المهرجان راه معروف، كيدار واحد المهرجان تبارك الله كبير. هذه بومبا جديدة، والقهوة كذلك راه كتفتح، غتكون هنا قهوة. نفس الشارع اللي دخلنا منه، لأن مدينة حد كورت مدينة صغيرة، ما كبيرش بزاف، ولكن مدينة نقية صراحة، مدينة نقية. هنا كاين السوق الجديد ديال حد كورت، كيعمر هنا السوق الأسبوعي اللي كيعمر يوم الأحد، غير هو ماشي القديم، هذا راه هو السوق الجديد، ولا كيعمر هنا في وسط الغابة، وحدا السوق كاين الملعب البلدي. اما السوق القديم راه هو اللي دزنا عليه جيت المحكمه الجديده، هذاك السوق اللي خداته شركه العمران، اللي غتجهزوا بقع سكنيه، وربما راه نص 50% ديال البقع اللي تباعوا تما على حساب الاثمنه، كاينه 14 مليون، كاينه 18، كاينه 20 مليون على حساب البقع. هنا كاين دار الفتاة، دار الفتاة في مدينة حد كورت. هاد دار الفتاة سبق لي قلت لكم غنديروا عليها حلقة خاصة إن شاء الله، أعطيكم نبذة عليها. دار الفتاة كانت فيها تقريبا قبل ما يتبناو هاد الثانويات في الجماعات المجاورة لحد كورت، كانت كتهز 500 فتاة اللي كانت مقيمة هنا في دار الفتاة. هاد 500 فتاة واكلة، شاربة، القراية، الزيار في القراية والمراجعة، والزيار كذلك حتى في المؤسسة اللي كيقراو فيها، اللي هي إعدادية النهضة وثانوية الفارابي. الأساتذة والمديرين ديال هاد المؤسسات دورهم مزيرا، والأطور سواء الاطر ديال المكتب ديال الجمعيه، او الاطر التربويه او الاداريه اللي كاين هنا في الجمعيه ديال دار الفتاة، او في مؤسسه حد كورت للثقافه والتنميه، حتى هما بدورهم مزيرا، وكانت كتكون نسبه النجاح 100%، 100% نسبه النجاح. اذا هاد دار الفتاة ما كاينش على مستوى الوطن، على مستوى الوطني ما كاينش شي دار الفتاة. قولوا لي شي دار الفتاة او دار الطالب او الطالبه اللي فيها الطاقة الاستيعابية 500 فتاة، 500 فتاة راه كيقولها غير فم، 500 فتاة باش توكلها وتشربها وتوجد لها البلاصة فين تنعس، والدوش ديالهم، الحمام ديالهم، جميع المسائل ديالهم. يعني كتجي البنت هنايا بحال جاية لفندق 5 ايطوال بهذا المعنى هذا. واللي بغى يتأكد يجي، اللي بغى يتأكد من هذا اللي كنقول يجي يشوف فوق ديال المدرسة، يجي يدير شي طلة وغيتأكد من هاد الكلام اللي كنقول. إذا إن شاء الله هاد دار الفتاة غنحاولو نديرو عليها حلقة خاصة، هاد دار الفتاة اللي جات في مدينة حد كورت، إقليم سيدي قاسم، جهة الرباط، سالة القنيطرة، بفضل المجهودات ديال المرحوم اللي كنجدو عليه الرحمات في هاد النهار السعيد، سي قاسم الغزوي الله يرحمه. المرحوم قاسم الغزوي الله يرحمه، و
ودائما كنقولوها، هاد الفتاة كان هو السبب في الإحداث ديالها، وعتبقى له إن شاء الله صدقة جارية، صدقة جارية. الله يرحمه في هاد النهار، وبالفضل كذلك ديال المسؤولين الإقليميين بما فيهم العمال السابقين اللي دازوا على إقليم سيدي قاسم، بما فيهم البشوات السابقين اللي دازوا في مدينة حد كورت، بما فيهم جميع السلطات الإقليمية والمحلية اللي دازوا في الإقليم، واللي كانوا سبب وساهموا وناضلوا باش تكون هاد دار الفتاة اللي فيها 500 فتاة باش تكون هنا في دار الفتاة. إذن غتكون عندنا حلقة خاصة إن شاء الله على هاد دار الفتاة، وبالصور وبالفيديو بالتلاميذ بالأرقام، بالأرقام غنحاولو نهضرو بالأرقام، وحتى بالنسبة للنجاح من السابعة. هنا دار الفتاة كيكونوا فيها البنيات من السابعة حتى للبكالوريا، ولكن بنيات ديال دار الفتاة تبارك الله اللي راهم أوطور، دابا راهم أوطور دازو هنا في هاد دار الفتاة. إذا تحياتي لكم، وكنتمنى أن شي بنت قرات في هاد دار الفتاة ومتبع الصفحة أنها تخلي لنا لي كومونتير وتقول هاد الكلام اللي كنقول هو صحيح ولا ماشي صحيح. تحياتي لكم إخواني أخواتي، وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم، وانتظروا إن شاء الله فيديو آخر عن منطقة أخرى أو جامعة أخرى. أي حاجة عجبتنا إن شاء الله نبقاو نصوروها ونبارطاجيو معكم. ومرة أخرى باش تعرفوا التوجه ديالنا، حنا كنصوروا هذاك الشيء اللي كيعجبنا واللي كيعجبكم، وحتى الا بغينا نهضروا على شي حاجه ما نهضروش على الجزء الفارغ من الكأس، سنتكلم على الجزء الممتلئ من الكأس. حنا بزاف ديال الاشخاص، بزاف ديال الناس كيشوفوا غير الحاجه اللي خاويه اللي فارغه، ولكن الشيء الممتلئ ما كيبان لهمش. يعني ثقافه الاعتراف ما كاينش بزاف ديال الاشخاص، ما كاينش. لهذا على التوجه ديالنا والمحتوى ديالنا في هاد اللايفات وفي هاد الفيديوهات، غنهضروا نعرفوا المنطقه كل منطقه كتمتاز بشي حاجه، كل منطقه كتمتاز بشي حاجه. مثلا حد كورت كتمتاز بالفلاح، يجي شي واحد يقول لي حد كورت كاين شي منطقه اخرى في المغرب فيها الزراعه ديال القمح او الزراعه ديال 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 الحمص اكثر من حد كورت، ما كاينش. حد كورت كتمتاز بالفلاحه، الزرع كتمتاز بالزرع. حد كورت سابقا كانوا كيقولوا لها الكويت، كانت كتسمى الكويت، كانوا كيقولوا لها حد كورت. فين غادي؟ غادي للكويت، لان كانت الفلاحه تبارك الله كثيره هنايا، وكان العام كانت الصابه تبارك الله، كان الخير كيبقى عام دفق. نتمنوا انه هاد الاعوام الجايه ان شاء الله يكونوا اعوام خير وبركه ان شاء الله. اذا طولت عليكم اللايف، تحياتي لكم، ونتمنى لكم نهار مبارك سعيد، والسلام عليكم.